تحياتي وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ووقفة يومية مع الصحف المصرية التي صدرت أو ستصدر في الغد، والعناوين وفي أغلبها بالتأكيد تهم المواطن المصري. نواصل بعد استعراض هذه العناوين، منها الأخبار: القوات المسلحة تقوم بتطهير العتبة والمسكي والأزهر وميدان الحسين. الأخبار: 10,000 جنيه حد أقصى لسحب وإيداع الأفراد من البنوك. اليوم السابع: منافذ الزراعة تفتح الأبواب أمام المواطنين بتخفيضات تصل ل 25%. من الشروق: الأوقاف تمديد قرار غلق المساجد لحين إشعار آخر. تحياتي من جديد. بنبدأ من الأخبار، وهذا الخبر عن التطهير اللي قامت به القوات المسلحة لمجموعة من المناطق الحيوية. وكما هو معروف أن القوات المسلحة قامت بعملية تطهير لمشيخة الأزهر وكاتدرائية المقصية بالعباسية وأيضا لوزارة الأوقاف. هي الخبر بيقول أنها قامت بتطهير حي الموسكي والأزهر وميدان الحسين والعتبة. هذه العملية بتتم وفق خطة وضعتها القوات المسلحة المصرية لعملية التطهير ومجابهة انتشار فيروس كورونا واستكمال خطة القيادة العامة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية. الدفع تم بعملية لعربات تعقيم وتطهير وأطقم تطهير محمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والحوائط وواجهات المباني، والاستخدام لوسائل حديثة بشكل كبير ومعدات للتعقيم. المواد اللي بتستخدم في عملية التعقيم كما هو موضح في الخبر بأنه مطابق للمواصفات اللي حددتها وزارة الصحة المصرية. وتم عملية التعقيم لحي الموسكي ومنطقة الأسواق التجارية وهيئة البريد، المسرح القومي، جراج الأوبرا، شارع عبد العزيز، شارع الجيش، ومجموعة من الشوارع الجانبية، وهي شوارع بتصل فيها الكثافة السكانية والكثافة العددية لأعداد ليست بالهينة في الأوقات العادية. ننتقل للشروق، والخبر الخاص بتمديد غلق المساجد وإيقاف صلاة الجماعة لحين إشعار آخر. وزير الأوقاف صرح بأنه العملية الإيقاف لأداء صلاة الجماعة في الجوامع المصرية ورفع الأذان بصيغته الجديدة مستمر لحين إشعار آخر نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد. هذه التصريحات اللي نقلتها جريدة الشروق، وقالت أنه مخالف قال في هذه التصريحات أنه مخالفة هذه التعليمات إثم ومعصية تستوجب المحاسبة، وبدأت الرقابة والتقويم والشؤون القانونية في وزارة الأوقاف في إنهاء أوراق ومتعلقات 12 إمام وخطيب ومفتش خالفوا تعليمات الوزارة وأدوا صلوات الجماعة أو خطب الجمعة بالمخالفة لقرار تعليق الصلوات وغلق المساجد. تم توقيع العقوبات على 12 من الأئمة والخطباء التابعين لوزارة الأوقاف. وزير الأوقاف أيضا أضاف أنه هيتم الاستمرار في تعليق إقامة الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد والزوايا غلقا تاما مؤقتا لتحقيق مقاصد شرعية كالحفاظ على النفس التي أحاطها الإسلام بالكثير من الحفظ والحماية. الغرفة أيضا، غرفة العمليات اللي أقامتها وزارة الأوقاف، بتتلقى الشكاوى من قبل المواطنين للإبلاغ عن أي مسجد مخالف للتعليمات الخاصة بوزارة الأوقاف. بننتقل لليوم السابع، وإلغاء الفصل الدراسي الثاني للنقل بالجامعات والمعاهد. هذا الخبر إشاعة، ظهر هذا الخبر في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وتم نفيه من قبل المسؤولين، وتردد بشكل كبير أنه تم إلغاء الفصل الدراسي الثاني واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول، وده خطأ كبير. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رد على هذا الموضوع الخاص بإلغاء الفصل الدراسي الثاني للفرق النقل اللي هي الأولى والثانية والثالثة بالجامعات والمعاهد واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول. هذا الخبر خاطئ تماما. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نقل أنه ما تم إلغائه هو امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني اللي هي بتعرف باسم الميدتيرم،
وضم الدرجات لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني. يعني في امتحان ترم كامل، الترم الثاني هيتم امتحانه، ولكن الميد ترم أو الامتحانات اللي كانت بتتم في هذا التوقيت هي فقط التي ألغيت. أيضا تم النفي من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وهذا الكلام غير صحيح، وما يتم تداوله على الصفحة الرسمية فقط هو الصحيح. بننتقل للأخبار والتعليم. أيضا وزارة التربية والتعليم بتعلن المحذوفات من المناهج المختلفة وأسئلة الامتحانات هتعلن قريبا، وقيل إنه المحذوفات أو المناهج توقفت عند 15 مارس، ما تم تدريسه حتى 15 مارس للطلاب على مختلف أنواعهم. وزارة التربية والتعليم أعلنت أيضا أنه جميع الطلاب على المستوى الجمهورية سيتلقون دعاوى للانضمام لمنصة إيدمودو خلال الساعات القادمة، وهي متاحة للجميع، والمعلمون بالتأكيد ابتدوا أن هم يتواصلوا في الدخول عليها، والرابط الموجود موجود في الخبر وهيظهر على الشاشة. وتقريبا من الممكن التواصل عبر هذه البوابة بين الطلاب والمدرسين، وهيتم رفع كل الحصص الخاصة بجميع الفصول الموجودة في المدرسة أو المدارس المختلفة. هي منصة إلكترونية سهلة الاستخدام. من الأخبار بنتكلم على خبر للبنك المركزي، وهو 10,000 جنيه حد أقصى لسحب وإيداع الأفراد والبنوك، وده قرار ظهر اليوم من قبل البنك المركزي المصري وطبق على جميع البنوك المصرية. التفاصيل إنه البنك المركزي المصري وضع حد أقصى لعمليات الإيداع والسحب بالنسبة للأفراد في فترة مؤقتة من فروع البنوك بواقع 10,000 جنيه للأفراد و 50,000 جنيه للشركات. يستثنى منها سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات العاملين، يعني المرتبات الشركة، سحب المرتبات أيا كان المبلغ هيتم سحبه لإمكانية الإيفاء لمرتبات العاملين بها. طارق عامر محافظ البنك المركزي أوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين، وأيضا ضمان الحماية وتجنب التزاحم خلال فترة صرف الرواتب والمعاشات. البنك المركزي أيضا هيقوم بمتابعة يومية لحركة التعاملات والالتزام بعمليات التعقيم والتطهير داخل الفروع. ودعا عامر لتقليل استخدام الأوراق النقدية واستخدام كروت الذكية أكثر بكثير في هذه الفترة، وتحويلها تحويل المواطنين لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني. إذن الخبر 10,000 جنيه حد أقصى للأفراد سحب وإيداع، و 50,000 جنيه للشركات، وده لا ينطبق على الأموال الخاصة بالمرتبات الخاصة بالموظفين. بننتقل لخبر آخر، الخبر من اليوم السابع، وهو بيتكلم عن منافذ وزارة الزراعة اللي بتفتح أبوابها أمام المواطنين لاستخدام المواد الغذائية بتخفيضات تصل ل 25%. افتحوا تقريبا 93 منفذ من منافذ وزارة الزراعة اللي موجودة في الأماكن المختلفة على مستوى الجمهورية، بتعرض ما لا يقل عن 100 سلعة تقريبا على اختلاف أنواعها واستخداماتها. هيتم طرح كميات كبيرة من الخضروات ومنتجات اللحوم، واللحوم مثلا هيصل سعرها تقريبا 100 جنيه للكيلو. وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الإنتاج والزراعات المحمية بتقوم بعملية مضاعفة للسلع والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن في منافذها الثابتة والمتحركة. المتحركة اللي هي عربات موجودة في أماكن مختلفة كما هو معروف. وزير الزراعة أكد أيضا أنه عملية التعاطي مع هذه الفترة يجب أن يكون على أعلى درجة من الإتقان والعمل وضخ الكميات الكبيرة للمواطنين. وأيضا نسبة الخصم اللي موجودة في منافذ وزارة الزراعة من 15% ل 20%، والجميع بيعلم الأماكن الموجود فيها منافذ وزارة الزراعة. من اليوم السابع، الفرق الطبية في مواجهة كورونا، قوائم من المتطوعين من أعضاء نقابتي الأسنان والتمريض عرضوا الانضمام
المتعاملين مع فيروس كورونا كمتطوعين، وبالرغم انه مجال تخصصهم من الممكن هو يكون بعيد بعض الشيء، ولكن العرض قبل نتيجة الدعوة اللي قدمتها وزيرة الصحة. ايضا في خدمة من البيطريين ايضا كمان لتشكيل فرق التعقيم بالمحافظات، فرق طبية بين أطباء تمريض، صيادلة، أطباء أسنان، أطباء بيطريين بيوصلوا المعركة للتصدي لمواجهة الفيروس، وبالتأكيد الجميع بيناشد المواطنين بالبقاء في المنزل. والصيادلة أكدوا أن هم مستمرين في تقديم الخدمة للمواطنين لأن هم من أول الفئات المستثناة من عمليات الحظر. ونقيبة الممرضين دكتورة كوثر محمود قالت إنه التمريض معتاد لخوض هذه المعارك والكثير من الأمراض والظروف الصعبة، وتم تدريب حوالي 90% من فرق التمريض على عملية المواجهة للفيروس وعملية الوقاية أيضا من الفيروس أثناء التعامل مع المرض. من اليوم السابع بنقرأ هذا الخبر: الرياضيون لأطباء مصر شكرا لجنود الصف الأول في مواجهة الكورونا. الحضري موجودين في المستشفيات 24 ساعة وإحنا في البيت، الله يكون في العون. دي كانت كلام لعصام الحضري. جنش قال أطباء أبطال ولازم الناس تلتزم البيوت. مجموعة من التعليقات من لاعبي كرة القدم والرياضيين على اختلاف أنواعهم لتوجيه الشكر للأطباء العاملين في المجال أو القطاع الطبي. أسامة حسني مهاجم من النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أكد أنه يجب نرفع القبعة ونوجه الشكر للأطقم الطبية خلال هذه الحرب. عديد من الأسماء الكبيرة وجهت الشكر الكامل للأطباء بالنسبة للتعاطي مع هذه الظروف الموجود فيها البلد. ومشاهدينا الكرام، نتوقف مع عرض لبعض رسوم الكاريكاتير الموجودة في الصحف المصرية التي ستصدر في الغد. الكلام عن الرئيس الصيني والأمريكي واتهامات متبادلة بين الصين وأمريكا عن المتسبب في الفيروس، وكأنه الفيروس بيعاني من الحيرة بين الجانبين. ومشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.